أحسن الله إليك الشيخ عبد الله معنا على الخط. تفضل أخي عبد الله. الله يسلم. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال شيخ؟ طال عمرك. حياك الله. عندي سؤالين الله يحييك. نعم. السؤال الأول الله يحييك طال عمرك، أنا إنسان مريض بالقلب، عندي شرايين وعندي آلام، تجيني آلام في ظهري ويجيني آلام يعني مبرحة في الليل، ما أقدر أنام إلا في وقت متأخر بعد ما أصلي الفجر. فصلاة الجمعة لي والله فترة ما أقدر أروح، لأن المسجد بعيد علي، وأنا ما أخذني الذنب عشاني ما أروح، كنت ما أفارق صلاة الجمعة، فما حكم ذلك؟ أعطيك السؤال الثاني يا شيخ ولا بعد ما أجاوب؟ لا طيب نسمع الجواب. نعم عليك يا أخي أن تصبر على ما أصابك، وأيضا عليك أن تتعالج عند الأطباء بالأدوية المباحة، والله جل وعلا، وأيضا عليك بالدعاء، الإكثار من الدعاء، والله جل وعلا قريب مجيب. عليك الصبر، عليك العلاج المباح، عليك الإكثار من الدعاء، والله يشفيك ويمنحك الشفاء والعافية. أبو نعم. التدعيل الله فيك يا شيخ. طيب شكرا. السؤال الثاني الله فيك. طيب أولا تكمل لجوابك عن السؤال الأول، أن تقول أنك ما تمكن من حضور صلاة الجمعة. أيوة. إذا كنت ما تتمكن الحمد لله أنت معذور، وأما إذا تمكنت ولو مع بعض المشقة فيجب عليك حضور صلاة الجمعة، ولكن تتأخر، ما تحضر إلا عند دخول الإمام ليكون هذا أسهل عليك.